لكن هو المهندس عدي كان الحقيقه اتكلم على دور اللعيبه الكبار. انا لفت نظري لقطه وحييت وليد عليها، وليد سليمان، لقيته واقف كتير مع والتر بواليا. هو اللي بيتولى عمليه اعداده وتهيئته والتقليل من حجم الضغوطات اللي عليه. وليد خد مسار كبير جدا لغايه لما لعب بالفانيله الحمراء ولعب في النادي الاهلي، فاحساسه انه بواليا عدم توفيقه في المباراه الاخيره نتيجه انه واقع تحت ضغط كبير قوي. اولا جاي من الدوري المصري، ما هو موجود في الدوري المصري، بس هو في الجونه الامر مختلف عن النادي الاهلي. فجاه لقى نفسه شايل حمل كبير جدا، بيمثل فريق كبير جدا. وده يخليني اوجه بقى جماهيرنا وده بيخففوا الضغط عن اللعيبه. من فضلكم شويه بلاش ارائكم الشخصيه كتير، بلاش توقعاتكم من اللعيبه. ما هو هو على فكره كان حتى يعني الكابتن الخطيب اتكلم معاه على الطياره، لفت نظر الكابتن الخطيب، كان بيقول نفس الكلام، بيقول مش مطلوب تثبت حاجه، احنا جبناك لانك لعيب كويس، العب لعبك عادي جدا، مش مطلوب منك تثبت حاجه، وانت مش في اختبار ولا انت في امتحان. بس ناقص ان السوشيال ميديا يعني تساعد معانا شويه وتعيش معانا مسؤولياتنا، لان مش كل حاجه نفسنا نقولها لبعض دلوقتي بقينا نقولها على السوشيال ميديا. اللي بنقوله لبعض مش كله اللي ينفع يتقال في العلن يعني. فمن فضلكم نخفف الضغط عن اللعيبه شويه، وتعرفوا ان احنا النادي الاهلي تاهل وبقى اصبح ملء السمع والبصر، اي حته بيروحها بيعمل فيها رواج. صحيح. النهارده الانتعاش اللي حاصله في الشارع على مستوى الشارع القطري من الجماهير المصريه، شعبيه البطوله لا لا ده بس الاهلي مش اكثر شعبيه في الخليج، مش كده؟ واحنا اللي ضحكك بقى بالمناسبه يعني. وما اعرفش يا اخي ساعات كلهم يتكلموا لغه واحده يعني، يقول لك الاهلي مش اكبر شعبيه، وبعدين يجي يقول لك ايه الاهلي نادي دولي بياخد بطولات عشان الشعب المصري يعرف ينام. طب منين مش اكتر شعبيه ومش منين ان هو بيجامل عشان الشعب يعرف ينام؟ دي واحده.